مصر من ضمن 52 دولة على مدار أيام متعددة يقوم بالرأي الاستشاري للآثار القانونية المترتبة على الاعتداءات الإسرائيلية في غزة. لماذا أعجب المصريون اليوم بالمستشارة الدكتورة ياسمين موسى؟ لأنه بمنتهى الصراحة أنا شخصياً كنت متوقع إما وزير الخارجية بشخصه وإما وزير العدل، بمناسبة أنها ساعات لا تتكرر في عمر أي شخص في الحياة العامة، أن يمثل ممثلاً عن بلده في رأي أمام محكمة رفيعة المستوى، محكمة وحيدة في العالم، 15 قاضي من جنسيات مختلفة، فبالتالي أن تختارك بلدك كي تمثلها في هذا الأمر تاريخ كبير، ويكتب للمستشارة ياسمين موسى. عشان نكتب ستيتمنت بهذا الشكل تقال أمام هذه المحكمة، بالتأكيد في ناس كتير قوي اشتغلت، وبالتأكيد في ناس كتير قوي تعبت، وبالتأكيد في مراجعات من الوزير شخصياً، ولا أستطيع أن أكون مبالغاً إذا قلت أنها مراجعات قد تتخطى الوزير نفسه، لأن دي مصر، والكلام اللي اتقال كلام مباشر، هو كلام ثابت وموجود منذ زمن على لسان المتحدثين الرسميين باسم الدولة المصرية من الرئيس السيسي ووزير الخارجية، لكن المفروض ما بين مصر وإسرائيل معاهدة سلام لم يسبق لنا منذ طابة أن تقاضينا أو تحدثنا عن بعضنا البعض في المحاكم، لكن اليوم نحن أمام منعطف كبير وتاريخي.